السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو سوف نكمل تختيم GTA 3 التي نسيناها، ولدينا شباب هذين مازال سوف نخبئه هنا. الآن يا شباب سوف نبحث عن سيارة ونذهب إلى مهمة جي. ولقد وصلنا يا شباب إلى مهمة جي جوي. What a ride she's gonna be, huh? Alright. Joey. And so far, the checkpoint. ولا أعلم ماذا يوجد في checkpoint. سوف نرى مع بعضنا. من وراء هناك. هنا. كيف أزمر؟ لقد أتوا ثلاثة عملاء بودي جارد. سوف نقوم بسرقة البنك. جيد، سرقة البنك هي أفضل شيء في الألعاب الجديدة. هنا بنك اوف ليبرتي، بنك ليبرتي سيتي يا شباب. هذا هو الصراحة. دي 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 لقد تحاربوا في الداخل. بسرعة 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 بسرعة. الشرطة والشربة يا جماعة، تعال هرب بسرعة. يا ربي ما يقولوا لنا الشرطة إزالتني. يا فوق الشيك بوينت بعد. قالوا لنا قم بإخفاء النجمات. يجب أن نرى الشرطة. والله يا شباب انا لا اعرف اماكن. هاي وحدة هي. عرف دقيقة. اماكن نجوم. اي ضربة. اهرب 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 اهرب. وحدة في الفوق. وسي يا ربي يا ربي يا ربي نلمسوها يا ربي نلمسوها. يس الآن يمكن أن أهرب بكل راحة بدون أي إزعاج أمني. نجمة واحدة فقط، يعني لا تضرب شيء. راح تختفي وحدها. هاي راح. جيد جدا. 20,000 دولار. ولكن سوف نذهب إلى طوني سيبرياني لنعمل مهمته، ولا نعلم ما هي المهمة. كاتينات ليس لها أي أهمية في العالم. لدينا شباب أعداء، أعتقد سوف تحدث مجزرة كبيرة جدا. سوف نقضي على أعداء كثيرين. كارثة. لدينا أعداء لا نهائيين. إيه شاحنات. هرب. يجب علينا اللحاق به. يجب شباب تدمير 3 شاحنات. تفجرت سيارتي. يا هذا الغباء. انا اعتقد اني راح نشتري. لقد غيرت رايي، سوف اذهب لاشتري الاسلحه ونرجع اليكم. لدينا شيء. ليس محل شيء قنابل.
جيد 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 جيد. 10 قنابل يجب الشباب استخدامهم بكل حذر وتركيز، وإلا خسرناهم. أولي سيارة رياضية، هي السيارة الرياضية، هي السيارة السريعة في اللعبة. الجب هي الشحنة في وجهنا مباشرة. يجب أن نسبقه وننزل براحتنا، وعندما يذهب نرمي هنا. فجرناه. جيد جدا، الإيم خطير. هاي الشاحنة الثانية، كيف سوف نقوم باصطياد هذا الكلب؟ والقدر. يجب علينا شاب دراسة حركته. مات. دي لا لا لا، اهرب اهرب. جا عندي شاب يريد ان يتفجر معي. ولقد قتلت كثير من الناس. اي نجمتين شرطة. بسرعة بسرعة. لا لا لا، دم. في لا لا لا، اربع 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 اربع. تمجزرت الحالة. لقد قالوا لنا ادفع 2000 لكي استعيد اسلحتي. فهمتم؟ جيد 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 جدا. قنبلة واحدة تكفي لتفجير هذه المدينة كلها. المهم يا شباب، لقد ربحنا. سوف نذهب للحفظ ونرجع إليك. والآن يا شباب سوف نقوم بالحفظ، وبعد المجازر الرهيبة والحفظ في اللعبة، نطلب منكم الاشتراك في قناة وضغط زر اللايك والجرس. كان معكم أيمن، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.